العلم يعطى للشخص على حسب الحاجة، يعطى على حسب حاجته. في علم اسمه يسميه العلماء علم الحال. شو يعني علم الحال؟ ما يحتاجه المكلف حالا الآن. شو بيحتاج؟ دائما بيحتاج للعقيدة. بده يصلي، شو بحاجة؟ يتعلم أحكام الصلاة. وجبت عليه الزكاة، شو بده يتعلم؟ أحكام الزكاة. أراد أن يبيع ويشتري، ماذا يجب عليه أن يتعلم؟ معاملات البيع والشراء. علم الحال اسمه، بيترك الواحد علم الحال ويشتغل بما هو لن يدخل فيه الآن. لا، بيتعلم علم الحال بالأول، يأخذ ما هو فرض عليه من العلم. اسألوا، اسألوا الناس اللي بتشوفوهم. إذا واحد بيتعامل بالبيوع مثلا، تعلمت أحكام المعاملات؟ بقول لك شو بدي أتعلم؟ بيع بيع بشتري أنا. كل بيع صحيح؟ لا، كل واحد كل بيع يكون صحيحا موافقا للشريعة؟ لا. فإذا واحد عم بيبيع ويشتري ولم يتعلم الأحكام، أليس يقع في الحرام وهو لا يشعر؟ بلى، يقع في الحرام وهو لا يشعر. اللي بيبيع ذهب وبيشتري ذهب ولم يتعلم أحكام بيع الذهب وأحكام بيع الفضة، أليس يحصل منهم عادة أنهم يشترون ذهبا بذهب مع التفاضل؟ كل عادة يحصل منهم هذا، إلا من تعلم واتقى الله. والرسول ماذا قال؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، جيده ورديئه سواء. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مين تعلم منهم هذه الأحكام وعرف وصار إذا جاءه من يريد بيع الذهب وشراء ذهب منه لا يعمل هذا، يبيع الذهب بالذهب مع التفاضل؟ بل يستغرب إن قلت له شو عملت، بعت ذهبا بذهب مع التفاضل، هذا لا يجوز. يقول لك ليش لا يجوز؟ إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض إذا كان موافقا للشريعة. الرسول اللي عم بيقول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، لا يتعلمون، يدخلون فيقعون في معصية الله وهم لا يشعرون. وهذاك الجاهل لا يتعلم ما يقال وما لا يقال، فيتكلم بالكلام الذي فيه تكذيب للشريعة فيقع في الكفر وهو لا يشعر. أحيانا بجد يتكلم، أحيانا بمزح يتكلم، مثل ما حصل مع واحد في الشام. قال كنا في وزارة الخارجية مع بعض الأصحاب، تعرفوا الناس عندما يجلسون عادة يمزحون كما هو عادة الناس. قال فدخل رجل أعمى، فقال رجل من الحاضرين، قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فكبه، ما لك أكرم من ربه، والعياذ بالله من الكفر. ينسب هذا إلى الله، يقول إذا جاءك الأعمى كبه، يعني طبه. قال ما لك أكرم من ربه، يعني الذي جعله أعمى. جعل هذا الكلام القبيح قولا لله تعالى، وهذا كفر. قال فضحكنا، قال فضحكنا، يعني الذي يرضى بهذا الكلام، الذي يستحسن هذا الكلام يكفر، لأنه نسب إلى الله ما لا يليق به. نحن مأمورون في الشريعة بالإشفاق على الضعيف، على الضرير، على الضعيف، على المسكين، هكذا مأمورون في شريعة الإسلام. كيف يقول قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فكبه، منك أكرم من ربه، والعياذ بالله. قال فضحكنا، شو يعني فضحكنا؟ يعني وجدوا هذا أمرا حسنا، ما رأوه قبيحا، هذا معناته. ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ الجهل، الجهل. ويساعد على هذا الجهل أمر كثير مهم أن يعرف، أن المشايخ في الغالب لا يعلمون الناس ما يحتاجونه. في الغالب تروح على المساجد من عشرات السنين، تدخل في خطبة الجمعة بيتكلم الخطيب في تنزيه الله عادة؟ لا. يتكلم في التحذير من الكفريات عادة؟ لا. إذا إجا مناسبة عن غزوة بيقولها، إذا غلت الأسعار بيحكي عن غلاء الأسعار، إذا انزعج من شيء هو داخل على المسجد مثلا، واحد عامل شغلة برات المسجد، هكذا بعض الخطب بيحكي عن هالشيء اللي أزعجه، ويترك الناس دون أن يتعلموا ما هم يحتاجون إليه من علم الدين. فهذا يكون مقصرا، اللي طلع على المنبر وهو يعلم بأحوال الناس يكون مقصرا، يعني عليه إثم، لأنه ما علمهم ما هو فرض، ما يحتاجونه مع علمه بحالهم. لو اشتركنا كلنا في تعليم الناس ما يحتاجون إليه، أي خير عظيم يصير؟ يصير خير عظيم، لأن يعرف الناس
ما هو الضلال، ما هي العقيدة الصحيحة، ما هو الكفر حتى يتجنب الكفر، وأن من كفر ينطق بالشهادتين. قديش في ببلادنا ناس يكفر أحدهم ثم يعقب كفره بقوله استغفر الله استغفر الله، أو بيقول كفرنا كثير اليوم استغفر الله استغفر الله، بيقول كفرنا بيقول استغفر الله. هل يغفر لكافر وهو على كفره؟ لا. كيف يغفر له إذا دخل في الإسلام متاب من الذنوب؟ هذا المرتد الله يغفر له تلك الذنوب، فعليه أن ينطق بالشهادتين. بل قول الكافر استغفر الله يزيده كفرا. ليش يزيده كفرا؟ لأنه يقول يا رب اغفر لي وأنا كافر، والله أخبر أنه لا يغفر للكافر طالما هو على كفره. شو بيكون عم يعمل؟ عم يكذب الشريعة، ومن كذب الشريعة كفر. يعني حتى إذا واحد قالكم ليش بتحكموا على هيدا بأنه كفر، عرفوا القواعد. يعني الذي يكذب القرآن، الذي يكذب الحديث، الذي يكذب ما علم من الدين بالضرورة ولا يخفى عليه هذا الأمر، في قواعد يعرف بها أن هذا الشيء الذي حصل، أن هذا الاعتقاد، أن هذا القول هو كفر. هذا مش شيء هيك بناء على الهوى يقوله الشخص. والقاعدة معروفة، الرسول قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أي دخول الكافر في الإسلام بالنطق بالشهادتين، مش بقول استغفر الله.